بسم الله الرحمن الرحيم. موعدنا مع الدرس التالي في الفيزياء بالنسبة للمستوى الجدا مشترك الحركة والسرعة موفمون اي فيتاس. تلاحظوا في الصبورة بأن كاين واحد مجموعة كثيرة تاع المحاور ديال هذا العرض. هذا غادي نبداو في البداية ب كبيرة نسبيات الحركة لا غولاتيفيتي دو موفمون. إذا بغينا نتكلموا على نسبيات الحركة لا غولاتيفيتي دو موفمون غادي ننطلقوا واحد المثال ديال الموفمون، مثال ديال الحركة. اختاريت هنا واحد الطريق، واحد الشخص ا جالس داخل الحافلة، جالس داخل سيدير إلي أوروبو إلي إيموبيل جالس، ولكن أتونسيو الحافلة يلبوج يسو ديبلاس فيغ لا دروات. كاين واحد الشخص آخر بي ولكن واقف على حافة الطريق إلي إيموبيل كوم سا. إذا عندنا هنا ثلاثة ديال الأجسام، كاين لو أ كاين لو بي وكاين الحافلة. أطرح سؤال، هل الشخص أ يتحرك أم لا؟ إسكيلي أو موفمون؟ إسك أ إلي أو موفمون؟ ألي جو فوز إيكوت؟ وي مادموزيل؟ إلا دي نو، قالت هي لا أستاذ ما تيتحركش لأنه جالس. وي كاين واحد الراي اخر تيتحرك، قالت تيتحرك، علاش علاش يتحرك؟ وي قال لي تيتحرك بالنسبه للشخص بي. قضيه بالنسبه دخلات. اذا انتم لاحظوا الا كملت السؤال ديالي، الا مشيت نكملو لان تيبان لي السؤال هنا راه ما كاملش، هل ا يتحرك بالنسبه للحافله؟ بالنسبة للحافلة. إذا دابا ولات القضية فيها الحافلة، الشخص كيدير داخل الحافلة جالس، إذا بالنسبة للحافلة ما تيتحركش فيها، كان غيتحرك كون كان ناض مثلا تيبقى يمشي وتيرجع داخل الحافلة. إذا بويسك بأنه واقف داخل الحافلة غنقولو لا يتحرك بالنسبة للحافلة، إلي إيموبيل إلي أوروبو بارابور كوا أو بيس. ولكن إلا قلنا هل نفس الشخص يتحرك بالنسبة لمن لي بي؟ غادي تولي دابا عينيا علاش؟ على هذا وهذا أو بي. كيفاش غادي يظهر أ إلى بي؟ دابا بي واقف هكا الحافلة غادية، غادي يبدا هذا يبان لبي بان تيبعد منه، تيبعد تيبعد منه. اذا اش غنقول انا؟ غنقول يا داك السيد اللي في ديك الحافله وغادي تيبعد تيبعد شي مابقاش يبان ليا، نقول مشى مشى. اذا في حركه، اذا نقولوا نعم. هنا ماذا تلاحظون؟ نفس الشخص شي مره تنقولوا لا يتحرك، شي مره تنقولوا يتحرك. هذا سي با اون كونتراديكسيون، ماشي تناقض هذا، لأن الجسم اللي اختاريت أنا باش نعتمد عليه نرجع ليه، الجسم اللي خصني نرجع ليه لو ريفيرونس ديالي تبدل. إلا كان الجسم اللي رجعت ليه الحافلة لا يتحرك، وإلا كان الجسم اللي رجعت ليه هو الشخص بي يتحرك. إذا الحركة هذه هي اللي خصنا نوصلوا ليها، لو موفومون هو واحد المفهوم واحد الكونسيبت غولاتيف نسبي. يعني تي بو با دير هذاك تيتحرك ام لا، راه مي تقول لي هذاك راه تيتحرك تسكت راك ما فاهم والو، خاصك تحرك بالنسبه، لا يتحرك بالنسبه. اذا ستة شي حاجه اللي هي غولاتيف، غولاتيف هي الا كانت نسبي. اذا دائما خصنا اختيار واحد الجسم مرجعي تنرجعوا ليه، تنرجعوا ليه سكون ابل ان ريفيرونسييل، ان ريفيرونسييل تنرجعوا ليه باش من خلال داك لو ريفيرونسييل تنقولوا وي حركه ولا لا. الا كان دابا لو ريفيرونسييل هو الا كان الجسم مرجعي والحافله الا يتحرك، والا كان الجسم مرجعي هو بي اماذا يتحرك. اذا كاين لا نيسيسيتي دو شوازير ان ريفيرونسييل تنرجعوا ليه هاد لو ريفيرونسييل
اللي تنختاروه وتنرجعوا ليه باش من خلال نقولوا واش الجسم يتحرك ام لا، تيتسمى معلمو الفضائي او فرونسي لو روبير ديسباس. اذا لو روبير ديسباس هو لو ريفيرونسييل ا شوازير بور بوفوار دير اسكو ان تيل كور اسكو لي او موفمون او بيان نو. تري بيان. اوتر شوز، ردوا البال واحد القضيه. انا عطيتكم دابا مثال ديال الحركه على مسار مستقيمي. ايماجيني الله يخليكم غادي ناخذ واحد الشخص هنا هنايا في لو سونتر دان ساكل واقف، وغادي ناخذ ان دوزيام كور تيتحرك على لو سيركل هكا تيدور. غنقول واش هذا ان اسكي لي او موفمون بارابور ا دو ولا نو. لو دو الي فيكس ولكن لو ا يل بوج سور ان سيركل كي لي ريغول استاذ فينا هو لو ريفيرونسيال الجنس المرجعي هو الواحد. كي لي ريغول استاذ لا يتحرك، علاش اخويا لا يتحرك؟ غيقول لي بان المسافه ما تتغيرش. شوف من غيجي هنا غيجي هنا اكسيتيرا، تلاحظوا بان نفس المسافه. قضيه جسم في حركه ما عندوش علاقه بالمسافه، عنده علاقه واش الموضع تيتغير اسك لا بوزيسيون فاري. دابا هذاك لو اللي ملي كان تيتحرك صحيح تيبعد من البيت تيبعد المسافه تتبعد، ولكن راه الموضع تيتبدل كاين لا فارياسيون ديال لا بوزيسيون. هنا كاين جوج الحوايج هنايا، تتغير المسافه تتغير لا بوزيسيون. اي سينون المسافه هي هي ولكن لا بوزيسيون تتغير. انا لو قفت هكا والسيد تيهضر تنبقى ندور، مره غيبان قدامي مره غندير هكا مره غندير تنقول اه طير. اذا هنا كاين لا كاين 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 تغيير لا 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 فارياسيون تغيير لو شونجمون ديال la position. Il devrait goulou encore, il est au mouvement par rapport à un référentiel, quand est-ce que, si sa position varie. Mais si la distance varie, c'est faux, l'arbia. Nakoulou inna jisman fi harakabi nisbe li jism marji, idha kana maudi'uhu, yataghayyar. Mais si il m'a fait taghayyar. Il a taghayyarat, bah kinta mouchkil, wala kella maudi'uhu al mouhim. إلا كانت المواضيع تتغير، إلا كان الوضع يتغير، نقول بأنه فيه حركة. هذا الجسم المرجعي اللي اختاريناه، اسمحوا لي نرجع للمثال الأولاني، المثال الأولاني، المثال الأولاني، أعيد السؤال، بغيت نشوف أ بالنسبة لماذا ليب، فينا هو لو ريفيرونسيال؟ هو هذا، هذا هو لو ريفيرونس. بالعربية قلت هو الجسم المرجعي. إذا الجسم المرجعي هو واحد الشخص بي كان يكون شي بقرة وقفة. الجسم المرجعي تيكون إيموبيل في التعليم العالي غتشوفوه أومومون. يمكن يكون الجسم المرجعي شي جبل، شكون اللي غادي يمنعني؟ يمكن يكون بحر، يمكن يكون نملة، يمكن يكون دار، يمكن يكون الرادار ديال البوليس، يمكن يكون محطة تكون محطة ديال الوقود. هنا يطرح سؤال، واش ضروري الجسم المرجعي نرسمو على الشكل الحقيقي ديالو بلغة أخرى؟ دابا الجسم المرجعي ياك غنقولو واه ها هو الجسم المرجعي. كاين هنا، هنا يوجد الجسم المرجعي وسيدا سميتو ترين، رسم لي ترين بحر، سير رسم لي بحر. يعني ماشي ضروري ان الشكل الحقيقي ديال الجسم المرجعي تترسم، تنعوضو في الفيزيك بواحد الحاجة بواحد المعلم في لي ماتيماتيك، معلم الجسم المرجعي لا يرسم بشكله الحقيقي، يكون جبل تران نمله يكون اللي بغى يكون ما غنرسمش هادشي، تنديرو في بلاصتو واحد الروبير في لي ماتيماتيك معلم. كاين ثلاثه الحالات، كاين معلم في المط اللي فيه مستقيم واحد، كاين معلم في الرياضيات فيه جوج مستقيمات، كاين معلم في لي ماتيماتيك فيه ثلاثه.
نبدا بالاول محور اكس الاصل ديالو او المتجهه الوحيديه. ثاني افاصيل اكس اراتي بي كراك اصل المعلم المتجهات الوحيديه اي جي. ثالث اكس يكراك زد اصل المعلم اي جي واك. الاولاني تندرسو ليه ب ار او اي دي مات. ثاني ار او اي جي لو ترويزيام ار او اي جي. وستكون شكون هو اللي غادي نبقاو نخدموا به في التمارين؟ ماشي انت اللي غتختار، حنا اللي ترسموا لكم ماشي انتوما. غدا ملي غنجي في التمارين ملي غنرسم لك المسار ديال الجسم خاصك تلقاني رسمت لك الجسم المرجعي. يمكن لي نرسم لك هذا، ماشي انت اللي غترسم، انا اللي غنرسم. نبداو بهذا هو الاول. شتي لك الجسم المرجعي جبل، ما غتلقانيش رسم ديك جبل، غنرسم لك هذا. غنقول لك سيدي او وغندير هاك. انت اش غتفهم؟ هاد او اي تنوب عن الجبل، هذا هو الجسم المرجعي. وإلا درنا هنا اي هاد المحور تنديرو لي اكس اون توكا في التمارين، حنا اللي ترسمو لكم الجسم المرجعي. احنا سيدي رسمناه هاو او اي، احنا رسمناه دابا هاك. استاذ يلاه دير هذوك الجوج اخرين استاذ، انا غنجي اليوم. كاين اللي غيطرح لي واحد السؤال استاذ، سمحوا لي بعدا نتكلم على او اي هو الاول. هاد ار او اي، ار او اي اسميتو الجسم المرجعي. السميه الاخرى الحقيقيه معلم الفضاء، لو روبير ديسباس. فوز علي دير اش هو الدور ديالو استاذ؟ اش بغيتيه؟ انا نقول لك اش بغيتو. هذا الجسم الذي يتحرك شي مره يدوز من واحد النقطه، النقطه مثلا نسميها مثلا ام، شي مره يدوز من ان، شي مره يدوز من بي، تيبدا يتغير المواضيع. تعرفوا في الرياضيات كل موضع عنده افصول، كل موضع عنده افصول، كل موضع عنده افصول. معنى ان ذاك الجسم المرجعي اللي هو معلم الفضاء نستعمله لماذا؟ لتحديد افصول المتحرك. في التمارين غنشوفوها. يبقى يقول لك اعطيني اكس شحال؟ تعرفوا في الماتيماتيك اكس هنا شحال؟ ها هي زيرو. في اليمن الافاصيل الموجبه وهنا افاصيل سالبه. ملي غنجي في التمارين غنبقى نقول لك يلاه اعطيني اكس. اذا ذاك لو روبير دي سباس إلي ديستيني بور ديتيرميني لي فالور ديال لي زابسيس ديال ماذا؟ لا بوزيسيون ديال لو كور كي هو موفمون بارابور ا سو ريفيرونسيال. أستاذ مزيان، مزيان أستاذ، أعطينا أستاذ شي مثال عفاك ديال مثلا جوج محاور ما كاين تا مشكل. أجو ناخدو مثلا هو هذا، هذا إيكغيك، هذا إكس، هذه أو إي جي. هو هذا، هذا غير هذا 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 معلم الفضاء الجسم المرجعي. فين هو الجسم الذي يتحرك؟ افترض مثلا غادي هكا، الجسم كاين هنا، كاين هنا في واحد الموضي ام بحال دابا، هذا بحال شي جسم هو هذا، غادي هكا في مسار منحني. فين هو، فين هو معلم الدراسه؟ هو هذا او اي جي. هو هذا. اذا غنبقى نقول بان الجسم اس في حركه بالنسبه للمعلم الفض لمعلم الفضائي ار او اي جي. إلي او موفمون بارابور روبير ديسباس ار او اي جي. تري بيان. اشنو هو الدور ديالو؟ هنا كاين جوج محاور. تعرفوا في لي ماتيماتيك باننا هنا غنتكلم ماشي على الافاصيل، غنتكلم على الافصول وماذا والارتوب. اذا في هذا لوكا هذا، هذا لو روبير ديسباس كوا غيعاوننا باش نديتيرميني ماذا؟ لي كوردوني اكس وماذا وايكغيك. هادشي غادي يجي في التمارين، غادي في التمارين يبقى يقول اعطيني اكس وايكغيك، غتلقى لا فالور دو اكس لا فالور دو كوا ايكغيك. كاين واحد المتجهه تتسمى متجهه الوضع، لو روبير عفوا لو فيكتور بوزيسيون، لو فيكتور بوزيسيون. La définition de le vecteur position,
سي لو فيكتور انتر لوريجين ديال لو روبير اي لا بوزيسيون ديال لو كور او ام. في لي ماتيماتيك ردوا البال تكتب على الشكل الاوفصول في لو فيكتور اكس دو ام بيان سور في لو فيكتور اي بلس لوردوني ايغريك دو ام فوا لو فيكتور جي ريلاسيون ا روتونير باركور اللي غنحتاجو في التمارين. اذا استاذ ثلاثه المحاور جو فو زيدي بان ثلاثه المحاور هي خارج المقرر ماتكم ما ديروا بها في مره كاع صافي عيان بلا ما نجبدها. اذا الخلاصه ديال هذا الشيء هذا ان الحركه تكون نسبه الى جسم مرجعي يسمى معلم الفضائي يستعمل لتحديث موضع المتحرك اما بالافصول او الافصول ومدى والارتوب. الفقره الثانيه الفقره الثانيه هو واحد لو روبير جديد اخر يسمى بمعلم الزمن. معلم الزمن سيتادير مثلا ناخذ مثال واحد السياره مثلا في حركه في حركة غادي شوية دس من هاد المواضيع هاد شوية ويدوز من هاد المواضيع هاد شوية يدوز من هاد المواضيع هاد بيان سور راه ميمكنش نتكلم على الحركة بدون جسم مرجعي باش نتفاهم. افترض ان الجسم المرجعي هو هاد المعلم هذا او اي رسمينو ليا في التمارين هذا معلم الفضاء هاد لو سونس اي دونك هنا اكس. تتعرفوا بان دابا السياره غادي تدوز مواضيع مختلفه يمكن نقول بان هنا داس مع الساعه الواحده هنا الساعه الثانيه هنا مع الثلاثه هنا مع الخمسه ديال العشيه مثلا. يعني ان كل موضوع عنده زمان كل موضوع عنده زمان ديالو. الزمن هنا اينور الزمن شكون الزمن هو لو طون لو طون هنا اينور لو طون دو زور تروازو يعني كل موضوع عنده زمن ديالو. وسمحوا لي ملي غنقول هنا اينور انا خصني نسول فين كاين زيرو وسيت كيف الزيرو. بحال الا خدينا واحد الكرونومتر اعطوني الدماغ ديالكم عافاكم خدينا ان كرونومتر خدينا ان كرونومتر شديتو في يدي تعرفوا الكرونومتر قبل ما يخدم شحال تيكون فيه تكون فيه زيرو. كرونو هو هذا اسمحوا لي شدو في يدي فيه زيرو بقيت انساين حتى داس السياره من هنايا داس من هنا وانا نخدمو هنا بدايه اشتغال العداد. في التمارين هما اللي تيقول لك فين بدينا نخدموه اللحظه فاش بديتي تخدمو شحال كان فيه الزمن الدراري كان زيرو. الكرونو ملي تيبغي ديماري تيكون ا زيرو اون فوا تيبدا يخدم تيبدا عندك دي فالور مثلا هنا عطاني واحد لا فالور ديال مثلا دو سكوند هنا مثلا عطانا واحد تساوي مدى 3 سكوند. يعني هنا دخلنا واحد الحاجه جديده هي لا نوسيون ديال لو طون. معلم الزمن عنده واحد الاصل اش تنسميو هاد اوهاد هذا سميتو الاصل ديال من معلم الفضائي. فين هو اصل معلم التواريخ هو هذا اصل الزمن هو هذا اصل الزمن. فين تيكون اصل الزمن تيتعطى في التمارين فين تيكون اصل معلم الفضاء يعطى في التمارين. اذا لوسكون فودي مثلا تيغرا زيرو سميتو اصل معلم الزمن راه تكلمت لي على معلم الزمن تيغرا زيرو. اوكي اذا كاين دابا دو روبير روبير دي سباس تيعطيني لي بوزيسيون و لي زابسيس ديالهم. Par contre, le repère de temps est un temps de l'ouest. Il y a deux repères en parallèle. Il y a les positions et il y a les temps. Et ce qui est très facile, après, il y a le temps, Inch'Allah. Le fakra le mouwalia. Moumayizat l'haraka, les caractéristiques d'un mouvement. Tout mouvement est caractérisé par quoi? Un bédaf l'ouel, le massar, c'est ce qu'on appelle la trajectoire. Le massar. Le massar en français, trajectoire. Trajectoire. Je vous donne des exemples. Imaginez bien un chien qui est parti sur la route et qui laisse des traces. Le soir, le soir, par exemple, quand il est parti, le place où il est venu, il laisse une trace. Par exemple, ça. Ça, c'est les sujets. Les positions de lui. Un autre, non, il ne va pas dire ça.
واحد اخر لا مشى تيلعب هادو لي بوزيسيون ديال رجليه هادو سو لي بوزيسيون شنو هو المسار هي لا ليني كي جوان تو لي بوين هو داك الخط ما قلتش مستقيم هو داك الخط الذي يربط بين جميع النقاط في لوكا الاولاني الخط اللي غادي يربط بين هادو مستقيم تنقولوا مسار مستقيمي تراجيكتوار ريكتيليني ثاني شوف كي دار هذا المسار هذا مقواس تنقولوا منحني مسار منحني تراجيكتوار كورفيليني تراجيكتوار كورفيليني هادي شوف بحال شي موجة تراجيكتوار سينيزويدال جايبية غادي بحال هكا إذا لا تراجيكتوار إلا باغي تعرفها خاصك نعطيوك لي بوزيسيون ديال لي بوان يا ابري انت تدير تتربط بيناتهم وتعطيك لا تراجيكتوار اون فوا عرفتي لا تراجيكتوار تعرف الحركة تراجيكتوار ريكتيليني موفومون ريكتيليني تراجيكتوار كورفيليني موفومون كورفيليني إلا كان ان سيركل غنقولو تراجيكتوار سيركولير وغنقولو ان موفومون سيركولير اوكي تخي بيان الفقرة الثانية متجهات السرعة لو فيكتور فيتيس غنوصل دابا لا نوسيون دو لا فيتيس فوالا جو في الاول غنديسكوتي لو موفمون ريكتيليني دونك غنبدا بلو موفمون ريكتيليني حركة مستقيمية إذا الفقرة الأولانية الحركة المستقيمية أ موفمون ريكتيليني غادي نبداها من واحد ليتود اكسبيريمونتال كتعرفوا بأن لا فيزيك مادة علمية مبنية على المنطق ديال التجربة إذا التجربة سي كيلكشوز اللي هو يعني مفروض خصو يدار سمحوا لي غادي نمشيو للتجربة واحد شوية في القسم كاين واحد العدة تجريبية يعني ان ديسبوزيتيف اكسبيريمونتال اش فيه واحد طاولة من الزجاج طاولة بحال هكا هادشي غتشوفوا في القسمة طاولة من الزجاج هي هادي طبلة نيت سميتها المنضدة الهوائية لا طابل اكوسندير لا طابل اكوسندير هادي راه بالزجاج تنغطيوها بالبابي كربون بابي بحال تنقولوا حنا الطبلة تنديرو فوقها لا ناب إذن هنا كاين واحد البابيي كاربون هذا البابيي كاربون عنده واحد الخاصية تتعرفوا بابي كاربون إلا قصتيه بشي حاجة تيخلي لك ينطرس إلا يسفي أنك تاخذ مثلا بابيي كاربون تحط تحت ورقة إلا وركتي بحال هكا تعطيك ينطرس التحتانية طبيعي فوق هاد الطاولة هادي تنحطوا واحد الجسم على شكل اسطوانه ان سيلندر ديال بحال هكا تيوزن تقريبا نص كيلو سيلندر بحال هكا ماشي بحال هكا صغير شويه ان سيلندر هذاك لو سيلندر لتحت كاين واحد لو طرو واحد الثقب هذاك الثقب مخرجين منه واحد المسمار صغير سميتو المفجر هذا سمي هذا ام غنكتبها هنا ام سميتو ليكلاتور مفجر كي لا يقولوا الاستاذ الحفيظ الله غينفجر لا زربتي دابا نشوفوا على السميه واحد المسمار صغير الا حطيتي الريميه فوق الورقه الراس ديال المسمار تيقيسها ماشي تيدخل في الورقه غير تيقيسك جوست يقيس طبعا هاد الرمية هادي فيها واحد البوطونة ديال اوف اون يعني خدم طفي في واحد السلك ديال الضوء غادي لواحد لاباراي تتسمى داك لاباراي مولد الشرارات لو جينيراتور ديال لي زيتانسيل الشرارات بحال البرق هذاك لاباراي عنده البريز باش يخدم الخيوط باش يمشي للبريز عفوا
مثلا 220 فولت. طبعا هذاك مولد الشرارات في واحد البوطونه حتى هي ديال شعل وطفيه، ولكن في واحد الحاجه مهمه جدا في ارقام. مثلا تلقى هنا 50، هنا 100، هنا 20، هنا 80. ميلي سكوند، ميلي سكوند، ميلي سكوند، ميلي سكوند. ميلي سكوند هو الزمن، ميلي، ميلي سكوند. اللي بغى يحول ميلي سكوند ان سكوند دي سا لا بريسونس موان 3 سكوند، يعني ان هذا لاباري في شي حاجه ديال الزمن. كاين واحد لو بوطون دو ريغلاج، انت اللي غاتريغلو. يمكن تديه لجهه 5، تي شوازيها، تي شوازي سكو تي فو، دينا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. في القسم غادي نديرو ليكسبيريونس الاولى شنو هي. هذيك الريميه تنخليوها زاكيه في بلاصتها، زاكيه زاكيه، اذا ما تتحركش. تنشعلو لاباري هذا اون، تتشعل. ملي تتشعلو كاين واحد لو بوطون ديال لو بوسوار تتبرك. منين تتبرك اش تيوقع؟ هذا سميتو مولد الشرارات، معنا تيولد لينا لي زيتانسيل بالدارجه، تيصنع بين قوسين البرق وتيقو بيا. اون فوا غاتبرك على لو بوسوار وطل من هنا تيبان لك البرق، تيضرب البرق الضو، وهذاك الضو اتونسيون يمكن يوصل 2000 فولت. اتونسيون، يعني ملي تنكونو تنديرو ليكسبيريونس الاستاذ مطالب ان يبعد عليه تلاند، والا الا مشيتي تقيسي هنا عرفتي 2000 فولت راه صافي توادعتي مع الدنيا. في اتونسيون. اذا اش غيوقع؟ غادي يعطيني الشرارات، ولكن شرارات متقطعه، سي با كونتيني ديس كونتيني. سا في دير كوا؟ كل 50 ملي سكوند غادي يعطيك شراره. ايماجيني بان هذه فيها ساعه، مع الوحده غادي يعطيك البرق الاول، العين غتشوف البرق مع الوحده، البرق الاخر ما غيجي حتى لجوج، الاخر ما يجي حتى لثلاثه، الاخر حتى لاربعه. اذا متقطع غادي يبدا يبان لك بحال هكا، شوف بحال هكا، هذا بحال البرق. العين غتبقى تشوف البرق تيخرج من هنا دي فاسون ديسكونتيني، بواحد الطريقه متقطعه. اون فوا تيخرج هنا البرق اش تيدير؟ تيقيس البابي، الا قاس البابي غادي يخلي واحد لاطراس نوار بحال تقبعه. يعني انت الا بقيتي هنا مورك اش غيوقع؟ غيبقى البرق تيضرب تيضرب تيضرب، واحد الوقت الورقه تقطع. علاش؟ لان ذاك الرميه بقات في بلاصتها. هاد لاباري هذا اللي سميناه اسطوانه يسمى الريميا، تيسمى حامل ذاتي بالعربيه فرونسي. الريميا لو بالي، لو بالي حامل ذاتي اوتو بورتور، حامل بورتو الاخر اوتو، اوتو بورتور. علاش سميناه الريميا؟ غتشوفوا علاش السميه منين جات. اوكي اوكي. اذا في الاول الاستاذ غيخلي الرمية زاكية غير باش تشوفو لي زيتانسال. اون فوا غادي يحيد، اون فوا الأستاذ غادي يحيد الرمية، اون فوا غادي يحيد الرمية، ملي غادي يحيدها وغادي يشد البابي يوريه ليكم غتلاحظو بحال هكا. اسمحوا لي باش تتبان، مينا لما تتبان نقطة غادي يبان لك ان بوان كحل، ان بوان نوار. التجربة الثانية، دابا التجربة الثانية غادي ندفعو الريميا، غنرميوها، ترميها تما جات كلمة ريميا، اون لونس لو بالي. غادي دير جوج الحوايج، تي لونس وتبرك على اون باش تسجل. اش غيوقع للريميا؟ غتحرك هكا غادية، غتبقى غادية فوق فوق الطاولة. شوفوا معايا الطاولة هي هادي، واحد شوية غتكون الريميا هنا، شويه غيتغير المواضيع ديالها، شويه غيتغير المواضيع ديالها. هذاك المفجر هو هذا. دابا كل موضع انا بالنسبه ليا هي ديك مولات الخمسين. منين اعطات الشراره الاولانيه كانت الريميه هنا، الا كاينه الشراره معنا غادي يبان ليا ان بوان هنا، ان بوان غيتسجل. الريميه مشات
قلنا الريميه مشات حتى داز الوقت اللي هو 50 ملي سكوند، جات الشراره الثانيه تسجلت النقطه الثانيه. هذه مثلا نسميها ام ام، هذه النقطه ام 2. من بعد شوقه وقفوا الشرارات حتى دوز ثاني 50 ملي سكوند، تجي الشراره الثالثه. اين فوا جات الشراره الثالثه تعطي النقطه الثالثه غنسميها ام 3. في الاخر اش غادي نلقى؟ غادي نلقى فوق الورقه مجموعه ديال النقط. سمحوا لي غنرسمو من تحت. اولا بعد هاد 50 تنرمزو ليها هابطو 50 ملي سكوند. هاد 50 ماذا تمثل؟ هي المده الزمنيه بين شرارتين، هي الوقت اللي تيدوز اونتر دو زيتانسيل، دو زيتانسيل كونسيكوتيف، هو الوقت بين جوج شرارات متابعين وما تتغيرش، بين شراره وشراره 50 ملي سكوند ما تتغيرش. ديتي 100 بين شراره وشراره ايضا غتكون هي شحال؟ هي 100. دابا غادي ندوزو النتيجه المحصله عليها. استاذ دار التجربه صافي، لا حرينيا لا ما كاين حتى مشكل، تحركات برك على سميتو، دار التسجيل حيد الريميا وراكم البابيي، لقيتو النقيطه الدراري بحال هكا. مثلا انا قلت مثلا وسد درتيهم بعدين، قلت مثلا دابا شكون هي هادي؟ هادي النقطة الأولى اللي تسجلت، هذا سي لونغوجيسترومون ديال ليكلاتور، المفجر المركزي، هذاك المفجر اللي منو تيجيو الشرارات. هادي سي لا دوزيام بوزيسيون اونغوجيستري، هذا الثالثة، هادي الرابعة، وهادي الخامسة. هذا سي سكون ابيل لونغوجيسترومون دو ام. فين هو لا تراجيكتوار؟ هي هادي. سي اون تراجيكتوار ريكتيليني، مسار مستقيم، يمكن يكون مسار منحني ولا دائري، اون فا ديسكوتي سا ابغي. هاد المسار هذا كاين طوطو عطا معاه 50 ملي سكوند. اشنو هي طو؟ اتونسيون، هي المدة الزمنية بين شرارتين ولا بين موضعين متتابعين، معنى الوقت هنا شحال؟ 50، والوقت بين ام 2 ام 3 50، ام 3 ام 4 50، ام 4 ام 5 50. في طونسيون ما عندوش علاقة بالمسافات، يمكن هاد المسافات يكونوا متقيسين، يمكن هاد المسافات يكونوا تيتغيروا. المدة الزمنية ما عندها حتى شي علاقة، علاش؟ المدة تتحكم فيها لاباراي. فهموا الشيء اللي باغي نقول؟ شتي تكون هنا 1 سنتيمتر، هنا 2 سنتيمتر، هنا 3 سنتيمتر، هنا 4. الوقت هو هو، ماشي انا اللي صنعته، لاباري اللي تعطي لينا. في تطنسون هذه القضيه هذه. اذا طو هي، اذا تكلمنا بين ام 1 وام 2 المده هي 50، تكلمتي على ام 2 ام 3 المده هي 50، تكلمتي على ام 3 ام 4 المده هي 50، وغادي بحال هكا. ولكن عندك نقول لك شحال المده بين ام 1 وام 3؟ راه باينه غتكون هي 100، لان 50 50 تعطيك 100. اذا هذا التسجيل مزيان استاذ الله يخليك. فين هو معلم الفضاء؟ ها استاذ يا راه قلت لنا قبيله، فين هو معلم الفضاء؟ يعطى في التمارين. استاذ عطينا، اوا سيدي مرحبا، مرحبا ولدي، مرحبا، يلاه تصنتو. انا سيدي غندير هنا، غندير ايه، صافي سالينا هاي. اوا سيدي معلم الفضاء ليش تيليق؟ اراه ملي غندير او اي، هذا هو محور اكس، نقدر نسولك على اكس ديال ام 1 ام 2 ام 3. دابا الفقري تنقري دابا ماشي ديال لي زيكس، باغي نتكلم على سكون ابيل لا فيتيس، السرعه. خليو لي زيكس ابري استاذ. فين هو اصل التواريخ؟ داك تي ايكال زيرو تعطى في التمارين، ما غنحتاجهاش هنايا، خليوها ابري غنتكلم عليها. سمحوا لي، عندنا دابا التسجيل، عندنا لو سونس دي موفمون هو هذا، باغي نتكلم على لا نوسيون دو لا فيتيس. لا فيتيس، السرعه هي في. اشنو لا ديفينيسيون ديال السرعه؟ هي المسافه المقطوعه على المده الزمنيه، المسافه المقطوعه، المسافه بالفرنسيه لا ديستونس، المده الزمنيه هي دلتا تي. اذا هذه سي لا ديستونس باركوري، لا ديستونس باركوري، هنا لا ديوري كوريسبوندونت. يعني مثلا الا كان شي جسم غادي من ا ل ب استغرق ساعه المكانه، تنقولوا بان
المده المستغرقه هي ساعه المقال. اذا ندير طاطي هو الوقت المستغرق، يعني شحال تاع الوقت غادي يستغرقوا داك الجسم باش يتحرك. الوحدات لا ديسونس اون متر، لا ديوري سي طون سكوند. اذا ندير غطاطينا متر بار سكوند ولا متر، هاد سكوند بحال الا درنا سكوند اس ان طلعها الفوق، غير الاشاره الان تولي موانزه. قراوها ليا، متر سكوند موانزه ماشي ميلي سكوند موانزه. فيت اتونسيون. اذا هذه الوحده ديال لا فيتاس. استاذ اعطينا شي امثله استاذ نحسبوا. هي الاولى سمحوا لي لان كل تسجيل خصو طو ديالو، هذا مثلا 50. بالنسبه للسرعه كاين جوج الانواع، كاين السرعه المتوسطه بالفرنسيه لا فيتاس موين، نتكلم بعدا على هادي. لا فيتاس موين تكون دائما اونتر دو بوان، اونتر دو بوان ضروري، لان قضيه متوسطه ركتو في الاعدادي وفي ربما مدرسه ابتدائيه. كنا نقول لكم احسب السرعه المتوسطه للقطار بين المدينه كذا والمدينه كذا، جوج. استاذ مثال ناخذ مثلا بين ام 1 و ام 2، قلت لك اخويا احسبها. شوفوا لا فورميلا شنو هي، الله يرضي عليكم. لا فيتاس هي المسافه المقطوعه على المده الزمنيه. شكون المسافه؟ هي المسافه بين النقط اللي اختارينا، تتكتبهم هنا، غادير النقط اللي اختاريتي ام 1 ام 2. المده الزمنيه غادير شحال من طو بين ام 1 وام 2. اش قلنا قبيله؟ ام 1 وام 2 كي دايرين متابعين، كاين طو بيناتهم، الوقت هو 50. بلا ما دير 50 غادير طو طبيق العدد. هاد المسافه هادي ايماجيني بان فيها 1 سنتيمتر، غندير 1 سنتيمتر غنحولها لمتر، 10 موان دو 1 متر قسم على طول شحال 50. اتونسيون سي طون ميلي سكوند، غتعطينا 10 اس ناقص 3 سكوند. الوحدات العالميه. تندوز لابليكاسيون نيميريك ديالي، 10 بيسونس موان 3 فوا 10 هي 10 موان 2، غنختزل ب 10 موان 2 غتبقى 1 سور 5، 1 سور 5 هي 0.2. الوحده متر فوا سكوند موان 1 الجواب. ويمكن نعطيك نقاط اخرين، غنقول لك حسب لي لا فيتاس موين بين ام ا مثلا و ام 4. احنا في التمارين اللي تنحدوا لكم لي بوان لا ميم ميثود، ديما في هي المسافه على المده الزمنيه. يلا شكون هي المسافه؟ تحددوها لي بوان بين ام ا و ام 4. سمحوا لي غنعطي المسافات هنا، هنا مثلا 2 سنتيمتر، هنا مثلا 3 سنتيمتر، ايسي مثلا 4 سنتيمتر. شحال المسافه من ام 1 حتى ام 4 من هنا؟ 1 زائد 2 زائد 3 هي 6، عطاتينا 6 في 10 اس ناقص 2 اون متر. المده الزمنيه ديما شوفوا شحال من طو، اجيو من ام 1 الى ام 4، هنا كاين 50 ملي سكوند، 50 ملي سكوند، 50 ملي سكوند، شحال جابت؟ 150، 3 طو. تعطينا 150 10 لا بريسونس موان 3 سكوند، وتندير التطبيق العددي ديالي. اذا النوع الاولاني سي سكون ابيل كوا لا فيتاس موين، تتكون بين دو بوان، تتعطو في التمارين، تتعطيك التسجيل، تتخدم مع راسك. هذا النوع الاول. كاين واحد النوع ثاني ديال لا فيتاس، نوع ثاني تيتسمى السرعه اللحظيه، السرعة اللحظية فرنسية لا فيتيس انستونتاني، انستونتاني. عندما نقول السرعة اللحظية معنى السرعة في واحد اللحظة، في واحد اللحظة معينة. عندما نقول في لحظة معينة سيتادير ان بوان، في واحد البوان. إذا لا فيتيس انستونتاني سو كالكول اون ان بوان،
تتكون في ان بوان ماشي بين دو بوان. ممنوع ممنوع. وهذا النوع ديال لافيتاس تنستعملوه في واحد لاميطو تسمى طريقه التعطير اون فرونسي لونكادرومون. كيفاش؟ نعطي مثال. ايماجيني بان قلت لكم كالكولي لا فيتاس في او بوين ام جوج. قلت لك حسبها لي ماشي بين دو بوين. لا فيتاس اونتر دو بوين سيتي لا فيتاس موين سالينا منها. دابا اون ام بوين راه كاين دو فيتاس. ملي غنطلب لك انا لا فيتاس اول حاجه الله يرضي عليك حط لي لا فورمول الله يخليك دي سيغ ديال طاطي اول حاجه كمل. اسميت الدي سميتها المسافه المقطوعه مزيان. المسافه قلنا قبيله تكون بين نقطتين. دابا هاد المسافه هذه راه مسافه مقطوعه خاصني جوج لي بوين ضروري. استاذ او كي غادي لي وتعطينا ام دو او استاذ وعطينا دابا نقطه ولينا في جوج خويا. هذه هي المسافه. واش كاين شي مسافه نقولوا ما هي المسافه بين اخر يبقى فين كاينه؟ ما هي المسافه بين بني ملال؟ ماشي معقول خصنا نقولوا مسافه بين بني ملال اخر يبقى مثلا بين بني ملال وطنجه مثلا بين اكادير ومراكش مثلا. لا نوسيون دو لا ديستانس سا نيسيسيت دو بوين. شوف طير ولا نزل خاص تعطيني دو بوين. او استاذ ورا عندي غير وحده استاذ شكون اللي غادي يفكك اخويا من التماره هادي؟ هاد القضيه ديال لونكادرومون. غاتعطيني لي بوان لي تي اونكادريو ام جوج. عقلوا على هادشي اش تي اونكادريو لي قبل جوست قبل جوست بعد. شكون اللي قبل اخويا ام جوج؟ كاينه ام ا هاي. شكون اللي من ورا ام دو؟ جوست من ورا ام دو كاينه ام 3. اذا غادير دو بوان اللي تيعطرو ام جوج بالدارجه غادير دوك النقاط اللي جات بيناتهم ام جوج. ملي غتسالي هادي فك ليا هادي شحال من طوينه رجع للشكل ام ا ام 3 قلنا هنا كاينه 50 ملي سكوند. 50 ملي سكوند هي جوج خمسينات اذا هي جوج. تدوز للحساب كالكول شحال ام ا ام 3 واحد زائد جوج 3 3 سنتيمتر ديسا لا بيسونس موان دو هاي متر. جوج طو طو خمسين. خمسين في جوج مئة. مئة ملي سكوند رجع ليا سكوند. ديس بيسونس موان تروا فوا ديس ديس موان دو مشات مع ديس موان دو بقات تلاتة على عشرة صفر تلاتة. ليونيتي متر سكوند موان زان. هادي سي لا فيتاس اون كيل بوان اون ام دو. استاذ عطيني شي مثال اخر وخلينا نخرجوا. اييه يلا في ام 3 يلا الدراري دي سيغ دلتا تي دائما شكون دي لا ديسونس اونتر دو بوان تي اونكادري و ام 3 شكون لي بوان كي اونكادري ام 3 ام 2 ام 4 ام 2 ام 4 كوميان دوطو بين ام 2 و ام 4 من هنا حتى هنا كاينه 50 50 جوج خمسينات هي جوج طون. غتلاحظوا بان في لافيتاس انستونتاني المقام دائما فيه جوج طون. دير التطبيق العددي ديالك تي تروفي اون فالور تي تروفي اون فالور مثلا جو سي با لقيتي مثلا جو سي با 05 هذا غير مثال. دير التطبيق العددي ديالك. اسمحوا لي نعطيكم انا سؤال اخر من عندي. بغيت لافيتاس في لو بوان ام 5 اخر نقطه ديال التسجيل تبعوا اش كنت نقول لكم. غنديروا المسافه على المده الزمنيه. المسافه شنو بين النقط التي تؤطر ماذا ام 5 شكون هما النقط التي تؤطر ام 5 من وراء ما كايناش قبل كاينه كي غادير تفكها ما عندكش النقطه اللي من وراء ضروري خصك لي بوان اللي تياطرو. كاين اللي غيقولو استاذ غادي نزيد نقطة تو نا با لو دروا هادي تجربة ما عندكمش الحق تصرف شي تسجيل. كاين اللي غيقول ما كايناش باش عرفتيها. كاين اللي غيقول صفر باش عرفتيها.
هنا اللي غدير الى الاستاذ داك السؤال هذا غاش تقول ليه لا يمكن حسابها بالتعطير. علاش؟ ما عندكش لو بوين لي منورا ام 5. الى سول كتقول لي هكا، ماشي تقول لا لا توجد كاينه ولكن التعطير ما خدامش. غتقول استاذ واش خدام؟ السنوات المقبله كاين الحلول ان شاء الله. اكيد كاين واحد النقطه اخرى فيها المشاكل. شكون ام ام الا بغيتي تخرجي لا فيتازون ام ام ما عندكش النقطه التي تعطر قابله لو ميم بروبليم. اذا الطريقه ديال التعطير ما تخدمش في هذا المثال، ما غاديش تخدم في النقطه الاولى والنقطه الاخيره، هادو ما يمكنش، ولكن النقط الوسطانيين يمكن لينا نستعملوهم. اذا جوري اتاتو على ريزومي، كاين دو فيتاس، فيتاس مويان اونتر دو بوين، فيتاس انستونتاني اون ان بوين، ايل سو كالكول سور لا ميثود ديت لونكادرومون، الطريقه ديال التعطير. نحيدوا هاد المسافات هادو باش ندوزوا لحاجه اخرى. غادي نرجع لكم لا فيتاس في ام 2 هي قلنا 0.5 متر سكوند موان 1. العنوان اش فيه؟ لو فيكتور فيتاس. دابا غادي نمشي لو فيكتور فيتاس هاكا، غادي ناخذ ام 2 غدا غادي يقول لك ريبريزونتي لو فيكتور فيتاس. واستاذ كي غادي يجي هاد لو فيكتور في الرسم ديالو؟ اولا يرسم من هنا لان في ام 2 عقلوا على واحد القاعده مهمه جدا. في ان موفومون ريكتيليني ها ان موفومون ريكتيليني لو فيكتور فيتاس كونفوندو افيك لا تراجيكتوار وعندو لو ميم سونس دو موفومون. هادي قاعده هادي بالعربية، متجهة السرعة متطابقة مع المسار. سالينا خصها تجي مطابقة مع هاد الخطارة، صافي قاعدة هادي. وفي منح الحركة، إذا ساترسم من ام 2 وتجيني مطابقة مع هاد الخط، ولكن غادي اليمين. علاش؟ لأن هذا لو سونس ديال لو موفمون. ولكن قبل ما ترسمها راه خاصك اخويا سلم. كي غندير السلم تنشوف بعدا لا فالور، شحال في ام 2 عندي؟ 0.5. بناء عليها تختار واحد ليشال، ناخدو مثلا 1 سنتيمتر كوريسبوندون 0.5. إلا كانت هاد لا فيتاس غوبريزونتي باغ 1 سنتيمتر، سافي دير كوا؟ غاترسم هنا ان فيكتور الطول ديالو 1 سنتيمتر، 1 كوم سا، يرسم من ام 2 مطابق مع المسار، ميم سونس دو موفمون. هذا هو لو فيكتور فيتاس في ام 2. سهل عادي. ويمكن لي نطلب لك لو فيكتور فيتاس في ام 4 لا ميم شوز، مطابق مع المسار والطول ديال الطول ديال السام على حسب لا فالور ديال في، لان ديجا اختاريتي سلمه ها هو نفس السلم تيبقى وتقلب لي على الطول تعطيك لا فيتاس اون كيل بوين ام 4. اذا لو فيكتور فيتاس الي كونفوندو افيك لا تراجيكتوار le même sens que le sens du mouvement. هادشي فاش الحركه ماذا المستقيميه استاذ؟ واذا كانت حركه دائريه استاذ؟ دابا المستقيميه مزيان فهمناها، فهمناها استاذ. هي استاذ الحركه الدائريه سهله، مسار دائري هو الجسم غادي هكا، هذا لو سونس ديال لو موفمون. اختاريت ان بوين هنا سميتو ام، المركز الدائره هو هذا. طلبت منك ترسم لي لو فيكتور فيتاس اون ام، بيان سور خصك لا فالو باش دير السلم، ماشي مشكل هذا. الا كانت حركه دائريه تنقولوا بان في مماسه للمسار فرونسي، الي طونجونت على تراجيكتوار، زيد وعندها لو ميم سونس كو لو موفمون. نمشي نرسم، غتجي لهنا خاص ترسم لي المماس للمسار. قاريين شويه المط، اسميت هذا في الرياضيات هذا سي الشعاع،
كيف يكون الشعاع بالنسبة للمماس عمودي في الرياضيات. تترسم العمودي. العمودي هو هذا. إذن خص الزاوية قائمة هنا ضرورية. وتدير ان فيكتور عمودي على الشعاع ولكن غادي في لو ميم سونس دو موفمون. هذه سي لا فيتيس اون كيل بوان اون ام. ولي ديتاي غادي يجيو لينا في لي زيكزارسيس ان شاء الله بحول الله. اوكي. الفقرة الموالية الحركة الدائرية تكلمنا، الحركة الدائرية تكلمنا عليها. غنمشيو للفقرة السي ما قبل الأخيرة، الحركة المستقيمية المنتظمة. لو موفومون ريكتيليني، حركة موفومون مستقيمية ريكتيليني منتظمة كوا يونيفورم. بغيت نتكلم على النوع ديال الحركة موفومون ريكتيليني يونيفورم. أولا الخاصية ديالها، الخاصيات لي كاركتيريستيك. ريكتيليني سافي دير كوا؟ المسار مستقيمي، لا تراجيكتوار ريكتيليني يعني مسار خط مستقيمي. كلمة يونيفورم بالعربية منتظمة، منتظمة بالعربية والفرنسية يونيفورم، سيتادير السرعة تبقى ثابتة. يعني خاص داك الجسم المدروس يكون تيتحرك على خط أفقي، ماشي أفقي، مستقيمي عفوا، مستقيمي، ولكن لا فيتيس ما تتزاد ما تتنقص، لا فيتيس إلي كونستانت. ثابتة بالفرنسية سي كونستانت. اون ابغي يجي الحرف الاول سي، الحروف الاخيره تي او، تنديرو هنا سي تي او. هادي غير يعني مقتطف من لومو كونستانت، لا بروميير لتر سي سي، الاخرين جو سي تي او. اذا الا بغينا نقولو السرعه ثابته اش نقولو؟ السرعه هي في، ثابته هي كونستانت، تنديرو سي تي او. اذا السرعه ما خصهاش تغير. هادي هي لا ديفينيسيون ديال ان موفومون ريكتيليني اونيفورم. استاذ وإلا كانت السرعة تتزاد سميتو أكسيليغي، بحال شي جسم تيكسيري. وإلا كان أستاذ شي واحد غادي وتيفراني والسرعة تتنقص سميتو متباطئة روطاردي. كاين ثلاثة، المتسارعة، المتباطئة، المنتظمة. أنا باغي نهتم بالمنتظمة، دابا هنا غرضي في المنتظمة. أستاذ هاد الحركة المستقيمية المنتظمة علاش غتقلب عليها؟ أش بغيتي؟ بغيت واحد الحاجة مهمة تدور عليها الدرس. C'est ce qu'on appelle l'équation horaire. L'équation horaire هي المعادلة الزمنية للحركة. لأن هذه المعادلة الزمنية هي لا باز ديال هذه الميكانيك كاملة اللي عندنا دابا تنتكلم على الحركة والسرعة. سي تري امبورتونت، تبعكم في الأولى بكالوريا والثانية بكالوريا. ماذا نقصد بالمعادلة الزمنية؟ قبل ما نتكلم على المعادلة الزمنية غنتكلم على واحد الحاجة. إذا سمحتوا لي بيان سور. هذا واحد المسار مستقيم. وهذا مسار مستقيم دوك عندي. هذا محور اكس وهذا حتى هو محور اكس. شكون هذا المسار؟ وهذا حتى هو المسار. عندي واحد الجسم في حركه، هذا لو سونس ديال لو موفمون، الاخر هذا لو سونس ديال لو موفمون. غادي هكا فوالا. اشنو هي لا ديفيرونس بين لي شيما بجوج؟ شوفوا هاد لي فليش هادو، هذا شنو هي؟ لو سونس ديال لو موفمون. وهذا شنو هاد؟ هذا سميت هاد، هاد السام هذا سميتو لو سونس بوزيتيف دو لا تراجيكتوار. بالعربية المنحى الموجب للمسار. لو كان الاولاني منحى الحركة هو نفس المنحى الموجب للمسار، الاخر العكس منحى الحركة عكس المنحى الموجب للمسار. كاين دو كا ديسكوتي. قلنا بان موفمون ريكتيلين فورم سي كوا لا تراجيكتوار ريكتيلين، درتها لا فيتاس اي لي كونستانت. هاد الجسم هذا غادي بان فيتاس ما تتغيرش، مثلا 20 متر سكوند موان 1، هذا غادي بأون فيتاس في ما تتغيرش 20 متر سكوند موان 1، بحال شويه تسيك الطوموبيل ديالو ولكن غادي بلا ميم فيتاس، لا ميم، هادي هي اونيفورم.
غير هنا غادي في المنحه المجاور للمسار، انا غادي في المنحه المعاكسه داك السوق هذاك، ماشي مشكل. سمحوا لي هنا غادي ندخل واحد المفهوم جديد، مفهوم جديد. كاينه هادي وكاينه هادي وكاينه هادي، ثلاثه. الاولى انا سميتها لو فيكتور فيتاس، نمشي نرسمو. الى عطاونا لو كور تيترسم لو سونتر دو غرافيتي، اش قلنا قبيله؟ لو ميم سونس كو لو موفمون على لو فيكتور فيتاس. هنا تيترسم لو سونتر دو غرافيتي لو ميم سونس دو موفمون، تابع لو موفمون عندك ديرو لهاد الجهه هافي. اذا لو فيكتور في تيترسم، اسميت هادي سميتها لا فيتاس بالعربية السرعة، سميتها لو موديل بالعربية المنظم، هادو غير سميات مختلفين. كلمة لو موديل اي لا لو موديل او لا نورمال منظم في لي ماتيماتيك سي تان نومبر بوزيتيف، ديما ملي تسمعوا كلمة المنظم سي تان نومبر بيغمون بوزيتيف. في اكس هادي سميتها إحداثية السرعة، en français la composante de la vitesse، la composante كاين فرق كبير بين هادي مع هادي. كلمة إحداثية في لي ماتيماتيك إحداثية راه فيها الموجب والسالب والمنعدم، كاين إحداثية موجبة إحداثية سالبة إحداثية منعدم. أنا بغيتكم تقولوا لي في هذا المثال الأول كي دايره في اكس، هنا صعيب تجاوبوا لان خصك يكون عندك ان باكاج ماتيماتيك. سافي دير كوا؟ تنشوفوا لو سونس ديال في و تنشوفوا لو سونس بوزيتيف ديال لاكس. الا كان هذا لو فيكتور لو سونس تاعو هو هذا تنقولوا بوزيتيف، ويمكن لكم تسولوا اساتذه الرياضيات. لو كا الثاني لو سونس دو في et le opposé au sens positif sur le mot le matra gulik ihdati ya saliba que la gulik ustad wa ala kayna shi sur'a saliba ala ana ba'da smit hadi sur'a smih liya ma tkedbesh ma kdikch ana sur'a ihdati ya sur'a fa attention idan mani tbghi ta'raf wash vx mojab wala saliba yimkin lik tqla'a b'inek bla ma trasm liya v chouf mzyan منحى الحركة في نفس المنحى الموجب في اكس موجب بلا ما ترسم هادي، غتزيد عليك تزيد عليك التبرزيط ماشي مشاكل. هنا شوف لو سونس دي موفومون، شوف لو سونس بوزيتيف اوبوزي اوبوزي نيجاتيف، صافي سالينا سهلة. أستاذ لي فالور اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صحاب الرياضيات غيقول لك واحد الحاجة، إلا كانت في اكس موجبه بحال في اكس بحال في، اما الا كانت في اكس سالبه راه في اكس هي موان في، هادشي خصو يتحفظ الرياضيات. اذا هذا اش غتعطينا؟ هادي غتعطيني بان الاحداثيه هي 20، الاخرى غتعطيني الاحداثيه هي شحال؟ ناقص هو الاول وعاد ندير في 20 ديالو هي موان في. باقي تنأكد شي واحد يقول لي وسط السرعة سالبة، ما ديت با لي بيتيز، سا سي با اون فيتيس، سا سي لا كومبوزون دو لا فيتيس. إذا فرقوا بين في وفرقوا بين في إكس. يمكن لي دابا نجمع واحد الحاجة نقول، ما العلاقة بين في إكس و في؟ شي مرة تكون هي في، شي مرة تكون موان في، إذا أون جينيرال شنو؟ في إكس هي بلوز أو موان في، هاهي يا سيدي. بسهل. ولا غادي ندير بان في راه بحال بحال بلوز او موان في اكس، سي لا ميم شونس. هادو سو سون دي نوسيون اللي مهمين قبل ما نمشي ليكواسيون اوغيغ. اتونسيون فوالا، دابا هادي داز سنة عرفتكم ناضيين فاهمين تبارك الله، اراو لي المعادلة الزمنية، اسمعوا دابا مزيان اش غنقول، سمعوا سمعوا مزيان اوليدي، سمعوا سمعوا الله يرضي عليكم، سمعوا مزيان. غادي ناخذ واحد الجسم ها هو
عاد داك شي واحد يقول لي يا استاذ راه خصك دير هنا في فيسا سليمه، راه غادي نتفاهم معك. ماشي في فيسا عمر في ما تكون سليمه، جامي في سليمه، فهمتيني ولا لا؟ فهمتيني مزيان. في مجابه، لان المنظمه هذيك سي لا فيتيس. بغيتي تدوي على في اكس مرحبا يلا في اكس هنا، كي دير من حال حركه ولا من حال موجب لو ميم سونس، موجبه هي في لو كا الثاني. شوف لو كا الثاني لار ديالك كي دير لو سونس دي موفمون ولا سونس بوزيتيف تراجيكتوار معكسين سالبه هي موف سالبه. دابا غادي نرجع داك المعلم الفضاء ومعلم الزمن. ايماجيني بان هذا اصل معلم الفضاء، هذا لو فيكتور اي، هذا اصل معلم الفضاء وهذا لو فيكتور اي. راه ديما لو فيكتور اي تيمشي في لو سونس ديال اكس، المات لو سونس ديال اي تيمشي لاكس. طري بيان استاذ، فين اصل التواريخ؟ مرحبا هو الاول. مثلا اختارت هنا تي ايكال زيرو، هنا اللي تنختار ماشي انت. مثلا اختارت هنا تي ايكال زيرو، طري بيان. بغيت الاوفصول ديال هاد النقطه هادي، هادي هاد النقطة هادي بغيت الاوفصول ديالها في لي ماتيماتيك. الاوفصول ديالها تنرمز ليه بإكس، تتعرفو الاوفصول دائما تنديرو إكس ولكن تنرمز ليه بزيرو. كيفاش يا أستاذ هادشي؟ إكس زيرو ماشي إكس إيكالا زيرو، هذا غير رمز تان سامبول، هي لا فالور ديال إكس في لو بوان لي فيه تي إيكالا زيرو. يعني مثلا الا كانت اكس هنا هي 3 تنقولوا اكس 0 هي 3، اذا اكس 0 سي لابسيس ا لوريجين دي طون، هي الافصول عند اصل التواريخ، هي الافصول المقابل عند تيغال، يعني قيمه اكس في داك لو بوين اللي فيه ماذا تيغال 0. بيان سور غتكون عنده اون فالور. اوكي اوكي، نفس العمليه هنا. هاد النقطة هادي شكون الأفصول ديالها؟ غنسمي إكس صفر، إكس صفر، هاي، شكون هي إكس صفر؟ سي لا فالور دو إكس ديال ديك النقطة اللي فيها تي إيكالا زيرو. ملي تنجيو للتمارين غادي يعطيكم لو روجيسترومون وتما غادي نحسبوها إن شاء الله. المهم راه كاينة أون فالور إكس زيرو. حاجة أخرى، هاد الجسم الذي يتحرك مرة تيدوز من هنا، مرة غيدوز من هنا، مرة غيدوز من هنا، مرة من هنا مرة من هنا، مني غيكون هنا الأفصول ديالو سميتو إكس أن، مني غيكون إكس دو، مني غيكون إكس تروا، يعني أو كور دو موفومون أش تيوقع الإكس فاغي، الأفصول تيتغير. علاش؟ لأن الموضوع ديال الجسم تيتبدل، كل ما تغير الموضوع ديال الجسم كل ما تتغير الأفصول إكس. أشنو هي ليكواسيون أوغيغ؟ سيت اون غولاسيون تتربط ربعه د الحوايج، ربعه فيها في، فيها اكس، فيها اكس صفر، فيها الزمن. تتعرف واحد المساله اخرى، ها راه الزمن هنا ماشي هو، هنا ماشي هو، هنا ماشي هو، الزمن توا تيتبدل. هذا دابا هذا يتغير، واش الجسم الا كان مع الوحده هنا غيكون مع الوحده؟ ما يمكنش، الزمن تيتبدل و اكس تيتبدل، ولكن هاد في شنو ثابته؟ اكس صفر ثابته، هي واحد العلاقه تربط ربعة د الحوايج، تربط في و اكس، اكس صفر و تي. في القسم اساتذه غادي يديروا تجارب، تجارب ضروريه، من التجارب غادي يجبد الجواب. سمحوا لي انا غنعطيك الجواب، لان ما كاينش ندير التجربه، انا غنعطيك الجواب تعقل عليه يا وليدي. هنا العلاقه هي اكس في واحد اللحظه تي، هي هذه اكس في واحد اللحظه تي تتساوي ماذا؟ اف في اكس مضروبه في تي زائد ماذا؟ اكس صفر. هذه سميتها المعادله الزمنيه ديال الحركه مستقيميه منتظمه، ليكواسيون اوغيغ دا موفومون ريكتيليني اونيفورم. استاذ الا كانت حركه متسارعه ومتباطئه حتى البكالوريا، استاذ صافي نحفظها؟ اه وي غتحفظها، قراها مزيان. شكون اكس؟
وفصول متحرك في واحد اللحظة معينة. شكون في اكس؟ إحداثية السرعة. شكون تي؟ زمان. شكون اكس؟ صفر. الأفصول عند أصل التواريخ. هاد المعادلة في أربعة الحوايج لاش تتليق في التمارين غير تعطوك ثلاثة يقول لك جبد لي الرابع. هادشي غادي يجي في لي زيكزيرسيس، غادي يجي في التمارين. أدروات لا ميم شوز، إكس لي تي هي في إكس في تي بلس كوا إكس زيرو. أغوتونيغ لا ميم إيكواسيون. واستدوي إلا بغينا نديرو في، ما كاين حتى مشكل. بغيتي دير في هنا حيد في إكس ردها في، هاي ما كاين حتى مشكل نعمست. ولكن هنا أتونسيون، هاهي شحال تساوي في إكس؟ موان في، غتحيدها دير هنا واحد الموان. انا جو بريفير لارد عليكم. خلي لي اخويا في اكس الله يرحم والديك. واش غتولي تقول لي؟ غتقول لي استاذ راه ليكواسيون اوغير دا موفمون ريكتيلين اونيفورم استاذ دائما عندها اكريتور وحده يا استاذ، علاقه وحده وهي ماذا؟ الافصول عند لحظه معينه يساوي الاحداثيه ماشي في مضروبه في تي زائد ماذا؟ اكس صفر. أغوتونيغ باكوغ تحفظو من بين لي زابليكاسيون ديالها، من بين لي زابليكاسيون ديال هاد المعادلة هادي غادي نعطي واحد لابليكاسيون لي تخي زامبوغتونت إلا سمحتو لي الله يرضي عليكم. صبرو شي شوية، غادي نحط ليكواسيون ديال إكس إيكال في إكس مضروبة في تي بليس كوا إكس زيرو. أنت أسيدي حفظتيها دابا. تنعود شكون في اكس؟ إحداثية السرعة ثابتة. شكون تي؟ زمان الوقت الوحدة جوج ثلاثة إلى آخره. اكس صفر قيمة اكس ديال النقطة اللي فيها تي إلى زيرو اكسيتيرا. دابا هادي في لي ماتيماتيك بحال قلتي إيكغاك إيتيكالا كوا؟ ا اكس بلس بي. سمحوا لي نرسم واحد المنحنى. بغيت ندير إيكغاك بدلالة اكس نرسمو. قاري الماتش شوية. نعم أستاذ. هادي ديالاش؟ دالة تآلفية. أفين؟ أش دالة تآلفية؟ مستقيم لا يمر من أصل المعلم. إذا نفس الهضرة غتكون على هادي. إذا ملي غنجي نرسمها أنا أش غندير؟ غنحيد إيكغاك. شكون إيكغاك عندي؟ هو إكس. ولا ندير إكس لي تي ماشي مشكل. شكون اللي غادي يجي في بلاصة إكس؟ الزمان. تنديرو هنا تي. هاد المنحنى عندو واحد السمية في لافيزيك، مخطط المسافات. مخطط المسافات هي لا فارياسيون دو إكس أون فونكسيون دي طون. إلا قالت لك رسمو ليا، ما غاديرش دائرة، حشومة. أش قلنا؟ قلنا سيدي دالة تآلفية. غنعطي مثال بحال هكا، مثلا حنا اللي تنرسموها لكم. هادي دالة تآلفية مزيانة سيدي. هاد الرقم مثلا 20 نديرو هنا اون متر، هنا اون سكوند مثلا، هنا مثلا ام تقابل مثلا 40، تيعطيك لا كورب. تيقول لك سير لا كورب، اعطيني لا فالور ديال اكس زيرو، اعطيني لا فالور ديال في اكس. ما تعرفوش تعرفو هما تيرسمو لك لا كورب، انت تتجبد. اشيو نبدا بهذا. شكون اكس صفر؟ هو بي، اسميت بي فليمات. الارتوب عند الاصل فرونسي، لوردوني على اوريجين دي زابسيس. فليمات فين تلقاوها؟ فين تلقاو بي؟ تقاطع المنحنى مع محور الاراتيب. هذه هي بي. شكون هي بي؟ عندي هي اكس زيرو. اذا هذه هي اكس صفر. اذا اكس صفر هي شحال؟ هي 20 متر. سهله. اذا شكون هي اكس صفر؟ هي لو بوان دانتيغسيكسيون بين لا كور فين تتقاطعوا مع المحور دي زيكس. تغاليا اري لي في اكس دابا. ايوا اش قلنا قبيله في اكس؟ قلنا هي ها المده الزمنيه ديال طاطي في لي مات. شكون في اكس؟ هي ا. ما اسم افريه ديال لا بونت بالعربيه؟ المعامل الموجه. كي تنديرو في الرياضيات نحسبوا المعامل الموجه. اذا في اكس هي المعامل الموجه. غنكتبها هنا في اكس المعامل الموجه.
خص تكون قاري المات تنديرو لا ديفيرونس دي زوردوني سوغ لا ديفيرونس دي زابسيس فرق الاراتيب على فرق الافاصيل. اجيو شكون اللي عندي في لوردوني اكس ياك الفرق شنو هو الفرق بحال هكا غتختار جوج اكسات غدير اكس دو موان اكس ان الفرق ديالهم شكون الابسيس تي الفرق ديال لي تي غدير تي دو موان تي ان. قبل ما تحسبها كاين واحد الطريقه تبسيط عوض ما دير اكس دو موان اكس ان تنرمزو ليها في دلتا اكس عاد دلتا غير الفرق عوض ما دير تي دو موان تي ان تدير دلتا تي انا المهمه هي هادي وستات دابا نحفظها وي غتحفظها وي دابا في اكس هي غتحفظ هادي هادي تحفظها ما كاينش اللعب غدا غتلقى التمرين يقول لك حسب ليا في اكس استاذ مزيان كي غادي نحسبها استاذ اجي ونختاروا يلا اعطيوني شي زمن الله يخليك شي زمن انا غنختار زيرو هو هذا اعطيني الاوف سول ديالو اسقاط شحال 20 متر اعطيني شي زمن ثاني واحد اكس ديالو اسقاط شحال 40 ها انت صيفتهم يلا عوض اكس دو شحال 40 اكس ان شحال 20 تي دو شحال تي دو واحد الاخرى زيرو 40 ناقص 20 شحال 20 20 على واحد هي 20 ها في اكس انت حسبتيها واستاذ ويلا اختارت شي نقاط اخرين الشريف قلنا قبيله بان في تبقى ثابته جربها في التمرين غتشوفوها سا شونج با واستاذ عافاك شي مثال اخر الله يجزيك بخير اييه اييه هاو المنحنى اكس اون فونكسيون دي طون حنا اللي طرسمو ماشي نتوما رسمناها استاذ ما بقاش داله تالفيه ولا خطيه سمح لي خطيه حاله خاصه من تالفيه في عفينو لينيير حاله خاصه مالا 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 كي جاتك غنعطيك هذا نقول لك جبد لي سيدي اكس صفر فين اكس صفر قلنا الارتب عند الاصل نقطة التقاطع بين المنحنى ومحور الافاصيل فين تلاقاو تلاقاو هنا في الزيرو اذا اكس صفر هي زيرو بقى لي في اكس لا ميم فورمول تي شوازي دو بوان وتحسب هذا الشيء غادي نشوفه في التمارين ان شاء الله تري بيان هادي تكلمنا على ليكواسيون اوغير عطيتكم اون دي زابليكاسيون وباقي بزاف ديال لي زابليكاسيون غنشوفهم في التمارين باش ما نطولش عليكم الفقرة الأخيرة الحركة الدائرية المنتظمة موفومون سيركولير يونيفورم سيركولير سا فيدير كوا لا تراجيكتوار سي ان سيركل ساهلة سونتر يعني أن كاين واحد الجسم غادي وتيدور بحال هكا غادي تيدور حركة دوران دائرية حركة دائرية دوران اون فرونسي سي لا روتاسيون حاجة أخرى كلمة يونيفورم لا فيتاس غيست لا ميم تيبقى يضرب لا ميم فيتاس مثلا غادي تيضرب 20 متر سكوند موان زعما غادي تيفرفر 20 متر 20 متر 20 متر وغادي هذا النوع ديال الحركه عندهم جوج ديال المقادير كيس كون ابي لا بيريود الدور لا بيريود الدور الدور هي المده ديال واحد الدوره يعني شحال تاع الوقت غيدير في دوره واحده كي غادي نحسبوا لي زيكزيرسيس كاينه لا فريكونس العربيه التردد التعريف تاع لا فريكونس هو عدد الدورات في كل ثانيه معنا شحال من دوره تيدير في ثانيه شحال من دوره تيدير عفوا في ثانيه كاينه اون غولاسيون اونتغ لا فريكونس لا بيريود هي اف ان سور تي لا بيريود اكسبريمي اون سكوند لا فريكونس راكم قانا في الاعدادي بالهرتز باش تحط لي هنا هرتز خاصك هنا دير معدا سكوند بعض الاساتذه تيتكلموا على واحد السرعه سميتها لا فيتاس اونغولير كاينه في لولا باك العلاقه ديال لا فيتاس اونغولير هي في تساوي ار اوميغا في هي لا فيتاس في اللي تكلمت عليها ار هو لو غيون الشعاع اوميغا هي لا فيتاس اونغولير هادو اللي غيتكلموا عليهم الاساتذه على لا فيتاس اونغولير يعطيكم اون فورمول
لا بيريود هي دو بي سور اوميغا. هذه راه الاولى باكا، ولكن كاين بعض لي بروف اللي تعطيهم. ويمكن لي نزيد عليها انا العلاقه بين التي و اف. شكون هي التي و اف؟ هي ان سور اف. الا كانت اف ايكال ان سور تي، صافي دير تي ايكال كوا ان سور اف. وبالتالي ناتي الى نهايه الدرس الثالث ديال الحركه والسرعه. جيسبيغ انكم فهمتوا الكور مزيان. في انتظار واحد ال 15 تمرين، تمرين لا يشبه تمرين، باش المعلومات الصقونا. في انتظار ذلك باي، الله يعاون، الى اللقاء، اكون عون ربي شلعه.